يمكن حدث مهم وكبير، واحنا دورنا النهارده ان احنا نحط الضوء عليه يا ناجي، لان هو حقيقه يستحق، لانه اول مره في افريقيا كلها يعني يتم تنظيم كاس عالم للجمهور. دي حاجه كبيره ومش سهله ان انت تقدر تحصل على الاتحاد الدولي، بيكون ليه مواصفات خاصه في قصه ان انت تقدر تستضيف طوله. وانا عايز اقول لحضرتك انه الاستاد دلوقتي خلاص بقى شبه سكنه عسكريه او مقفول بالبلدي كده للعيبه واللاعبات، لانه خلاص اوريدي وفود وكل حاجه، لانه هو اوريدي انت في صالتين للعب وفي صالتين تانيين للتمرين، فهو خلاص كل دول دخلوا الفقاعه، كل دول خلاص بقوا مقفولين. عمل تطهير ناجي. الدول المشاركه ايه؟ احنا انا كنت بقول في الانترو ان الجمباز بيكون من الالعاب اللي فيها الدول العظمى الرياضيه زي ما نقول، يعني صح التعبير. فمش هيجي دول يعني، لا في الظروف دي هتيجي دول. إيه عندك فكره الدول اللي جايه ايه؟ في دول في دول اعلن عنها، الصين، امريكا، روسيا، امريكا. انت بتتكلم في انه في دول تقيله جايه، وهم مش جايين لاجل المشاركه، مفيش حد بيبقى جاي. الاولمبياد مظبوط، هو في الاخر هو بالنسبه له ده ممكن تكون ده المحك الاخير انه يقدر يقيس فيه نفسه قبل الاولمبياد، لان مفيش بطولات تانية يقدر ان هو يقدر يشوف فيها نفسه، او يقدر يشوف لعيبته ايه اللي عنده وايه اللي فيه، لان الاولمبياد يعني احتكاك قوي وصعب جدا. صحيح، الضغوطات بتكون هائله، كبيره جدا على اي حد. فهو بالنسبه له هو جاي يستعد باحسن شكل عشان يقدر ان هو يقيس نفسه وهو فين في وسط دول العالم اللي هو يقابلها كمان شهر في طوكيو. يعني احنا عندنا 11 لاعب ولاعيبه تاهلوا الاولمبياد، مظبوط، ودي يمكن اكبر بعثه للجمباز من فتره. يعني انا فاكر ان احنا كان في تاريخ ما تاهلوش بالشكل ده، بس ده بيدل ان احنا ماشيين في الطريق الصح. بس الطريق الصح محتاج تجهيزات، ادوات، مظبوط، فنيات. الاتحاد برئاسه الدكتور ايهاب امين ماشي في كل ده بالتوازي، ولا محتاجين لسه دفعات اخرى في بعض هذه الفروع؟ شغالين بشكل كويس جدا. يعني مثلا منتخب الجمباز الايقاعي جاله مدربه كانت بتدرب منتخب روسيا، هي مدربه منتخب روسيا وقدرت انها تحقق معاهم ميداليه في ريو. مظبوط، ولكن طبعا في قصه كورونا والجائحه واللي حصل كانت فضلت انها ترجع تاني بلدها روسيا. جابوا مدير الفنيه بتاعه اللي كانت بتدرب منتخب كازاخستان، وكانت عامله معاهم طفره كبيره جدا. هي جد. المسؤولة دلوقتي عن منتخب الجمباز الإيقاعي. طب الرجال؟ ما هو الإيقاعي هو بنات بس طبعا. لا أنا بتكلم على جزء الرجال. الجمباز الفني لا، هو كده كده اللي بيشرف على الجمباز الفني منتخب أو جهاز فني مصري. بيعمل شغل كويس جدا مع المنتخب. أنت عشان تقدر زي ما قلت لحضرتك كابتن ست أفرع عشان تقدر تجيب لهم كلهم مدربين فنيين. لا ولاعب يتميز في كل ده بتبقى الموضوع صعب جدا. انت عشان كده بقول لك تكون كوست عاليه جدا على الاتحاد وعلى الأجهزة، الدوله، الاكويبمنت ده بيحصل بقى دلوقتي. الحلق، لانه الجمباز، وكان معانا طبعا رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي دكتور محمد فؤاد. والموضوع مكلف عشان تبني صاله، والنادي الاهلي طبعا في الرياده وبنى وعمل وانشا صاله كبيره جدا للجمباز. ودكتور عاب كان من كان مع كابتن محمود الخطيب، وكان هما الاثنين موجودين في افتتاح الصاله دي، وهو اشاد بتجهيزاتها، لان النادي الاهلي جاب احدث اجهزه موجوده على مستوى العالم. طب بالنسبه للاتحاد، هو بيجيب اجهزته طبعا اكيد عشان بتمرينات المنتخب. مزبوط. نجح الاتحاد في يستخدم اجهزه طبعا في ظل دعم الدكتور اشرف صبحي او دعم وزاره الشباب. لا ده حقيقه كابتن، هو الدوله بتدعم كل الاتحادات الفتره اللي فاتت بافضل شكل. احنا بنشوف ده من خلال تخطيطنا لكافه الاتحادات وتصريحات الاتحادات، انه هو الاتحادات اوريدي بدات. كان ده كان بيحصل زمان، انه الاتحاد يبدا يستاجر اجهزه لما يجي يلعب وقت البطولات وبترجع بلدها تاني. طب وده اولا هيكلفك فلوس كتير جدا، وبعد كده المنشاه ما بقتش بتاعتك، او الاجهزه نفسها يعني انت كمنشاه مش بتاعتك في الاخر. فانت تبدا ان انت تبدا يعني حتى ده كان بيحصل، انت تبدا تقتطع جزء من مثلا من فلوس تخص المنتخبات القوميه او معسكرات اعداد، او انت تقول للوزاره بدل ما انا اكلف بطولات لمدة 3 أو 4 بطولات أقدر أن أنا أشتري أو أن أنا أستأجر فيها الأدوات دي، ما أنا أشتريها وبقت ملكي. صحيح. أقدر أن أنا بعد كده لما يكون عندي أي بطولة زي بطولة إحنا بنتكلم عليها دلوقتي، الاتحاد الدولي هو يجي يقول لك في أي وقت هو عايز يجي يفتش. لأن ده بيحصل، إحنا شفناه في الهاندبول، الاتحاد الدولي ما بيجيلكش أو ما طبعًا بيدكش طبعًا قصة استضافة البطولة غير لما يجي الأول يجي طيب يعمل لجان تفتيش ويقدر أن هو يشوف.